السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف داير؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني. كيف داير مع الصحة؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وجميع الأمة الإسلامية. ربي اليوم غنرزو واحد الحلوة الكريم سهلة وبسيطة. نبدو على بركة الله، نضرب هو الأول بسم الله. كان الحجم ديال البيض كبير كديرو أربعة، كانوا صغار كديرو خمسة. هاهما خمسة البيضات، نزيدو عليهم كاس ديال العلبة ديال السكر، واحد القريصة ديال الملح منساوهاش، واحد الفانيا، على حساب زهورية البيض اللي مبغاش الفانيا دير قشرة الحامض. بسم الله. هو كاس ديال العلبة ما عامرش، تقريبا فيه قريب النص. دابا نديرو شوية بشوية، باش نوريكم الصداع ديال، ما نسمعكمش الصداع ديال التراب. هو بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض غنحيدو هادشي. غادي نديرو الطحين و دوك الخمارات. دابا غادي نديرو الطحين، واحد الخمارة 300 غرام، دابا هاك طلعو نهبطو هكا غير بشوية هكا. نزيد الطحين، منكم متنساونيش من لايك و دعمو القناة ديالي، بارطاجيوها. كديرو غير هكا باش هداك الهواء ما يخرجش منها. هاي بعد ما شوف الخلط كيفاش. دابا غنجيب ورقة ديال الطبخ ونجيب هداك الطاوة باش نديرها فيها نقشها في الفران. ها هو داك درتو في ديك الطاوة كاغيط. دابا غادي ندير فيه شوية الزيت، ندهنو شوية الزيت باش ميلصقش، يجي ساهلة تحيدها. دهنوه مزيان، ها
الصوص هنا. سمحوا لي نكبر زيت. بالسطح بالجلك الطاوة كاملة. دابا غادي ندخل الفران. انا عندي فران عند البوطه، هي طيا كطيب، ما تلقوش على البوطه بزاف، هاد طيا كطيب. ها هي بعد ما طابت حيدتها. شوف كيف كتجي. دابا راه خلطت وحده اخرى وغادي نعاودها باش ندير طبقات ان شاء الله. سوف نكمل معكم. دابا وجدت الكريمة، ها هي وجدتها، ها هي قاعدة عاقدة. شوف كي دايرة، ها النوع ديال الكريمة اللي كندير هو هذا. هذا زوين هذا. دابا غادي نبدا نعمر هذوك هنايا. بعد ما قديناها غادي ندير واحد شوية الفاني مع الحليب باش كنسقوها بيها. هي راه كتجي رطبة، ولكن ما كديرو ليها هدا راه كتجي كتر. شوية الحليب والفاني، مذاق الفاني كيعطي زوين مذاق الفاني. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى منكم ما تنسونيش من لايك. نفس الطريقه غادي ندير الطبقات الثلاثه، نفس الطريقه بحال ما هكا. تسقي الاولى ديري العماره، ديري العماره كريمه، نديرو الوسط باش نطول لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. نسقيها ونكمل معاكم. دابا كندير لها العمارة، عمارة بالكريمة. هي بعد ما بسطتها هي ندير الطبقة الثانية فوق منها. حاولوا تقادوها ونسقيها تايا بالحليب وهذا.
ونعود نكمل معاكم البيض. هي الطبقه الثانيه جاي ندير ليها نفس درت الاولى. دابا نكمل، دابا نكمل ونوريكم شكل النهائي. نسيت كاع ما وريتكم، هانا درت ليها الكريمه، كملت لها الكريمه، دوبت لها، دوبت لها الشوكولاط وناباج، وهنا ندير لها الواجهه ديالها بالشوكولاط. كل واحد اختيار ديالو كيفاش كيزوقها، اللي بغى كيف يزوقها كيزوقها. كملت شي شكل نهائي نوريكم. هاهي بعد ما كملت هاد الحلوة، هاهي شوف كيف جات. نتمنى يا ربي تعجبكم، نال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ديرها في الثلاجة تبرد، تامن نقطعها نوريكم كيفاش.